مدرسة ميدلينغتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية، ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق، فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات. جميل أن بونبوناتهم هي متناسبة مع أثوابهم الصغيرة، رؤوسهم متناسبة معها أيضا، أما أنا فلست كذلك. أتساءل إن كانوا يريدون جباناً في الفريق. ليس مجدداً نات. لدينا الحركات، لدينا اللياقة، لدينا المشجعات، لدينا الأناقة. تمرنوا ما شئتم، تمرنوا كثيراً، فنحن الأقوى وسنذبح أخيراً. أعطني ضاد. ضاد. أعطني فاء. فاء. أنجزت المهمة. أعطني ألف. شكراً. ألف. أيتها الضفادع. عين. ضفادع. شعر مذهل. ما رأيك كريبي؟ هيا. ماذا تفعلين فوق؟ ألم أقل لك أن هذه منطقة محظر فيها الطيران؟ أريد طبيباً. كيف أستبدل بهلواني أعلى الهرم بوقت قصير؟ ما هذا؟ كان هذا بالفعل عملاً متقناً كريبي. أحسنتي. أيتها الضفادع، أعرفكن بالعضو الجديد في الفريق. لقد نجحت كريبي، نجحنا. هذا ما نحتاجه، شخصين غريبين. يا للروعة. تعال إلي يا عزيزي. لقد عدت. لكن ما الذي تفعلانه؟ إننا نحتفل بمناسبة زواجنا، فوالدك يأخذني للرقص. إننا نتمرن على رقصة الجتبارك. تقومان بحركات غريبة. كيف كان يومك عزيزتي؟ أصبحت عضوا في فريق المشجعات. جيد، سنقوم بثلاث دورات ثم نباعد بين رجلينا. إن أمك تحب أن تقود الرقصة.
لا لست كذلك، والآن تعال إلى هنا. أليس هذا رائعاً؟ لدينا الحركات، لدينا اللياقة، لدينا المشجعات. إن هذا ليس مسلياً. أظن أن الأخضر هو لونك المفضل. كنتن بتحمية جيدة، أظهرتن روحكن الضفدعية. حسناً كريبي، أرنا ما لديك من طريقة تشجيع. أنا متأكدة أنه لا يمكنني أن أفعل مثلكن. لا تستسلمي هكذا، ولا تقولي يوماً أبداً، بل حاولي مجدداً. 2 4 6 8، إذا علقت فأنت فانية، أنا العنكبوت وأنت الذبابة، سأجلب لك كل الكآبة. 8 6 4 2، سأطاردكم في كل مكان، في كل ساعة دقيقة وثانية، أينما ذهبتم لستم في أمان. يبدو أنها أخذت دواء ما. حسناً، أشكرك كثيراً كريبي. عفواً، المشجعات يشجعن، لهذا سمينا هكذا. أها، أيقظوني، لابد أن هذا كابوس. لكن ليس هذا ما كنت أفكر فيه. سنعمل على هذا. هيا يا فريق. هيا يا فريق. أنت مجدداً. انتبهوا لحظة أيها الفريق، لدي الخدع كما لدي الحركات التي ستحسم المنافسة بكل سهولة. إن تلك الضفادع ستنعق حالما ترى هذا، سيكون دوما فريق السرمان في الطليعة. ما سيخبر كريبي؟ ما سيخبر كريبي؟ أهلا بكم إلى مسابقة المشجعات السنوية. مخطئ إذا ظننت أنك ستتغلب علينا، وأنت أيضاً مجنون للتباري أمامنا، وأنت أسنان جميلة. حسناً يا عزيزتي الضفادع، الآن سوف نخرج وسوف نربح نربح نربح، لأن لا أحد لديه الحماسة أو الحركات التي لدينا. سيداتي وسادتي، فلنرحب بفريق المتسابقين الأول، فريق السرمان. لدينا الحركات، لدينا اللياقة، لدينا المشجعات، لدينا الأناقة. تمرنوا ما شئتم، تمرنوا كثيرا، فنحن الأقوى، سنربح أخيرا. فلنصفق لفريق السرمان. عنك. نعت رأى فتاة من نظرات كبيرة تسترق النظر، بهذه الطريقة استطاعت أن تسرق الأغنية. فتاة تسترق النظر؟ لا نستطيع أن نقدم الشيء نفسه، سنحرم من الاشتراك في المباراة. أما الآن فحان دور فريق الضفادع. كيف سنتمكن من اختراع مجموعة من الحركات الغريبة؟ حركات غريبة؟ رددنا حركاتي. نردد حركاتك؟ أظن أنني سأخرج من هنا الآن. كريبي، إن تشجيعك ليس مشجعاً. لا تقولي أبداً، بل حاولي مجدداً. وناكل سرمان طعام العشاء.
لقد فرغت من المباراة. لقد ربحتم المباراة؟ هذا فعلا رائع كريبيلا. فعلت ما علمتماني إياه. أتمنى لكم عيدا سعيدا. شكرا لك كريبي، سأحافظ عليه دوما. مرحبا عزيزتي. لدي شيء خاص لك أيضا أمي، أتمنى لك عيدا سعيدا. أوه كم أنت لطيفة. أظن أنني سأبقي هذا الطعام اللذيذ الصغير إلى ما بعد العشاء. السرمان هي حشرة طائرة رائعة، تملك 4 أجنحة ويمكنها أن تحرك جناحين منفصلين أو 4 معا، ويمكنها أن تحركها في جميع الاتجاهات، ولديها القدرة أيضا على إبطاء حركاتها لتغيير اتجاه طيرانها.